كده احنا قفلنا نص راس الكيتي، هنقفل النص التاني. انا بس ممكن ابدأه معاكم وبعد كده انتوا هتكملوه، وهيبقى نفس الخطوات دي مع بعض. تمام. اول حاجة انا هعدي الخيط من هنا، من اي خرزة، من اي جزء، من اي مكان هتبدأي فيه، المهم تاخدي خرزتين مع بعض وتكملي وتبدأي شغلك. انا هبدأ من اصعب حتة عشان بس ايه الخرز المزنوق ده ممكن يضايق، هنعمله سوا. تمام. هنا هنبدأ طبعا بالتبادل. السطر ده سداسي على اتنين، خماسي على اتنين، سداسي على اتنين، خماسي على اتنين. انا معي اتنين وانا عامل هنا غرزة سداسية، هحط عليهم اربعة. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. ونقفل. تمام. بعد كده هنعد الخيط من الخرزة دي ومن الخرزة دي، هنبني ايه خماسي على اتنين. معلش انا حبيت ابدأ معاكم الجزء ده لان هو يعني مفيش حاجة، بس الخرز مزنوق شوية فقلنا نبتدي سوا. عدينا من واحدة، نعدي من التانية. انا عديت هنا الخيط، معلش ما حبيتش اضيع وقتكم في حته ان انا بعدي الخيط من الخرزه دي. معايا ثلاثة، هحط عليهم اتنين، هنا خميس على اتنين. تمام. نكمل نعد الخيط من الخرزتين، الغرزة اللي جاية سداسي على اتنين، ادي واحد، اتنين، هنا هنا معايا تلاتة، احط عليهم تلاتة. تلاتة هنا داخل فيها العين، فهنحط اتنين ونحط خرزة العين. انا كده الهدف ان انا ابدا معاكم هنا عشان نوصل لخرزة العين عشان ما ننساهاش. تمام. يبقى احنا اشتغلنا ايه هنا؟ ماشيين سداسي على اتنين، خماسي على اتنين، سداسي على اتنين، خماسي على اتنين لاخر السطر ده. انا هخلص الجزء ده وارجع له. ماشيين هنا سداسي على اتنين، خماسي على اتنين لاخر السطر، وصلت لاخر هنا. الغرزة دي هنقفل بيها، هي خماسي على اتنين، وعرفنا وقلنا ان احنا نعرف شغلنا صح ولا لا منين، ان هي بقى قبلها سداسي وبعدها سداسي. لو اتنين اتكرروا جنب بعض سداسي، او اتنين اتكرروا جنب بعض خماسي، يبقى في حاجة غلط في الشغل. تمام يا جماعة. وهنا سداسي على اتنين، انا معايا اربعة لان انا قفلت وعديت من اتنين واخدت الواحدة بتاعت اول غرزة، يبقى هنحط على واحدة بس. اللي جاي بقى ان شاء الله اللي هو ايه، خماسي على ثلاثة، سداسي على ثلاثة. طب انا هنا واقفة هنا في الخرزة، هعدي الخيط ده من هنا ونعديه من هنا. تمام. انا معايا هنا ثلاثة، تعالوا ناخدهم سداسي على ثلاثة،
التلاتة هنحط عليهم تلاتة. هي مش هتفرق تبدأيها بسداسي او خميسي، مش هتفرق، لكن المهم تمشي صح. هنا تلاتة هنقفل، تمام. بعد كده نعدي الخيط من تلاتة، ادي واحد اتنين. احنا كده وصلنا لاخر الدور، السداسي على اتنين، خميسي على اتنين. هنا الجرزة دي الخميسي على اتنين. اتفقنا ان لما يكون جرزة بالتبادل الخميسي على اتنين السداسي على اتنين، وفينا السداسي وهنا السداسي وبينهم خميسي، احنا كده شغالين صح. انا معايا اربعة، احط عليهم واحد الدور اللي جاي ده، خماسي على ثلاثة سداسي على ثلاثة. انا هعدي الخيط من عندي، انا واقف هنا هعدي الخيط من الخرزة دي الطرف التاني، الخرزة اللي في الجنب التانية، وكده بقى معايا ثلاثة اهو، حط عليهم ثلاثة، وبالتبادل سداسي على ثلاثة خماسي على ثلاثة، هنا حط عليهم ثلاثة، تمام. طيب اللي بعده نعد الخيط من واحد، اتنين، تلاتة. كده انا عديته من تلاتة، معايا واحد، واحنا عايزينه هنا خماسي على تلاتة، معايا اربعة، كده نحط عليهم واحد. تمام كده. اللي جاي هنعد الخيط، واحد اتنين وتلاتة. خدنا الخيط مع بعض هنا. بصوا بقى معايا الغرزة اللي جاية دي سداسي على تلاتة، انا قفلت هنا الغرزة الخماسية وخدت التلاتة، وفي خرزة هنا من السداسية اللي قبلها لازم اخدها، نفس اللي حصل معانا في الجنب اللي فات، لو سبتها هيبقى الوش فيه تجنيحة مش هيكون مظبوط. كأن دي نعتبرها خمية سداسي على اربعة، وانا عديت من واحدة بقى خمسة، نحط عليها خرزة. الخرزة دي مينفعش نسيبها، هيبقى وش كيتي مجنح مش سلس كده تمام كده. بعد كده عندي هنا الخمسة، انا بس هقفل هنا انا هربط الخيط ده وارجع له. احنا كده قفلنا الراس، تمام. هنبدأ نعمل الودان بالفنكة هنا، دي كده هنقول ايه، هنعدي هنعملها هنا. هنبدا من الخرزه دي، هتبقى هي رباعي على رباعي على واحد، رباعي على واحد. انا معايا واحد، نحط عليها ثلاثة، اتنين، معلش اتنين ازرق، تمام. بعد كده نعد الخيط هنا كده، حط اتنين ابيض، وبعدين نعد الخيط هنا كده، هنحط اتنين ازرق، تمام.
وبعد كده هنعدي الخيط. هو طبعا المفروض هنا كانت تبقى بنبني على غرزة خماسية، بس عشان غيرنا في نظام الغرز فطلعت لي هنا غرزة سداسية. تمام يعني تلاتة. كده احنا هنقفلها انها غرزة سداسية. انا معايا هنا خمسة نحط عليه واحد. نربط ونقفل. انا هقفل الخيط كده، هقفل وارجع. تمام، احنا هنا عملنا الودن بالفيونكة. عملنا ايه؟ جينا هنا في الغرزة الثلاثية اللي في الجنب دي، انا واحد اتنين تلاتة اشتغلت على الثلاث خرزات اللي ورا. اول خرزة من هنا رباعي على واحد، اتنين ازرق واحد ابيض، بعد كده رباعي على واحد تلاتة ابيض، بعد كده رباعي على واحد واحد ازرق ابيض واتنين ازرق، وبعد كده عديت الخيط من التلاتة اللي في القدامانيين هنا وفي القدام دول في الامام. انا معايا الخرزة دي وعديته من هنا الخيط وخدت دي معايا وحطيت واحدة كأني قفلت ايه غرزة سداسية، وبعدين قفلت الخيط كويس بحيث ان انا اضم الخرز عشان تديني شكل الفيونكة زي ما حضراتكم شايفين. دي ودن. الودن التانية هتبقى برضو عبارة عن، نبدأ من هنا غرز رباعية برضو معايا واحدة هنحط عليه تلاتة. نقفل. تمام، بعد كده هنيجي من هنا احنا هنعمل جنبين بس، مش هنعمل التلات خرزات، هي خرزتين بس. هنا رباعي وهنا رباعي، ونقفلها. هاي اتنين هنحط عليهم اتنين كده. هقفل الخيط ده واشيل الزيادات وارجع كده. احنا قفلنا ودان الكيتي، هنبدا نعمل الايدين. الايدين هنا نيجي نحسبها ازاي؟ انا عندي هنا الجزء الاصفر، هعدي الخرزة من هنا واشتغل في اللي بعدها. تمام، هنا دي نفس الكلام، ادي الجزء الازرق، الخرزة اللي جنبه هنا هعديها واشتغل في اللي بعدها. هعمل ايه؟ هعدي الخيط كده واحط ثلاث خرزات، واحد تاني بس واقف. تمام، هنعدي الخيط عشان هنا نفي العض. تمام، نعمل ايه بقى هنا؟ نحط الخيط من اي خرز بحيث ان احنا هي دي كده. هنا نفس الكلام، والنص دي ادي ايد، الايد التانية نفس الكلام نركبها.
ادي خرزة هنعديها هنركب الخرز التاني. عند الخيط ثلاثة هنعد الخيط كده من الخرز هنا عشان بس نخلي العقدة اللي عملناها دي. زي ما عملنا ليك هنعمل هنا نمرر الخيط من اي خرزة نفس الكلام. هنقص الزيادة دي الايد المتحركه، بالعكس هي ظريفه للاولاد يعني هتعجبهم. تمام، تعالوا بعد كده نعمل الرجلين القطه. هنعملها فين عشان نحددها؟ ادي الجزء الازرق هنا، هننزل كده هنا في جزء خماسي، هنبني على الخماسي اللي جنبه من هنا والخماسي اللي جنبه من هنا. تمام، يبقى هنا الجزء الازرق ده عن تحت هنا غرزه خماسيه، هنبني على الغرزة الخماسية اللي جنبها هنا والغرزة الخماسية اللي جنبها هنا نبني الرجلين. نبدأ هنا، هتبقى كلها عبارة عن رباعي على واحد، كلنا رباعي على واحد. الخيط ده هنمرره هنا عشان نضم الخرز على بعض. تعالوا كده تمام، هنربط
نص الزيت. نفس الكلام ده هنكرره هنا، نفس اللي عملناه هنا هنعمله هنا. رجعت لكم بعد ما خلصت الرجل التانية. وكده احنا خلصنا كيتي، شكلها جميل، تنفع لعبة، وزي ما اتفقنا نقدر نعملها بخرز 10 زي ما احنا عاملين كده، وتبقى لعبة لأولادنا، او بخرز 8 ممكن تتعلق في العربية، او بخرز 6 وتبقى ميدالية. خلصت الورشة وخلص الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون عجبكم ويكون سهل التنفيذ بإذن الله، لغاية ما نتقابل بإذن الله مع فيديو جديد. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.